مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناة من جديد وحلقة جديدة وجديدة جديدة. عن عمري ما عملت قبل هيك، عمري ما عملت فيديو مثل هذا قبل هيك. فيديو اليوم يا بنات برعاية تيمو. تيمو هي شركة صينية اونلاين تشبه امازون. اذا انتم متعودين تسوقوا على امازون او بتحبوا امازون، هي بتشبه امازون بس ارخص بكتير، يعني ما بتتخيلوا قد ايه ارخص، وتقريبا نفس البضاعه واحلى كمان. عندهم تشكيله كتير، عندهم اواعي، عندهم مكياج، عندهم اشياء للديكور، عندهم حتى يعني ادوات كهربائيه هيك، كل اشي بتتخيلوا موجود عندهم. احلى اشي انا بحبه الاحذيه والشنط والاواعي واشياء للبيت وللمطبخ، كل اشي عندهم صراحة بجنن. لما تواصلوا معي الفريق من تيمو انا وافقت اكيد، لانه انا اصلا زبونة عندهم وبتسوق عندهم من زمان، وعندي اشياء كتير في المطبخ بعملها فيديو تاني، بس هي كلها من تيمو جايباها، لانه بقارن في الاسعار لقيت انه اسعارهم ارخص اشي، ونفس البضاعة اللي بيحكوا عنها في التيك توك في كل. هلأ الحلو في تيمو انه الشحن اولا بلاش، بعدين احلى اشي تقدروا ترجعوا اي اشي ما يعجبكم ما يجي على مقاسكم معكم 90 يوم ترجعوا وببلاش. 90 يوم هاي ما بتلاقوها مدة طويلة جدا انكم تختبروا البضاعة وتشوفوا بتناسبكم او ما بتناسبكم. 90 يوم الريفاند بيعطوكم فلوسكم كاملة، ما في اي سؤال ولا اي غلبة. حلو انا يعني انه توصل البضاعة بتاخد تقريبا من ثلاث ايام لاسبوع، مش اكتر من اسبوع، بس لما توصل البضاعة معك 90 يوم انك تغيري رأيك وترجعيها ويرجعوا لك فلوسك كاملة بدون اي نقاش. راح احط لكم اللينك وكود الخصم تحت في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف. بنات كتير بيسألوا صندوق الوصف هذا وين هو؟ صندوق الوصف شوفي لما يكون تحت الفيديو كلام وبعدين في ثلاث نقط هيك، وبكون كاتب لك مور او كاتب لك المزيد، ادعسي على المزيد، هاي كلمة المزيد، وراح تنفتح الصفحة كاملة وراح تلاقي اللينك تبع تيمو والكود الخصم اللي جبت لكم اياه. يعني فوق ما هي البضاعة رخيصة رخيصة، كمان انا جايبة لكم كود خصم زيادة على انه عن جد يعني بضاعتهم يعني قريب البلاش. وكل الاشياء اللي راح اذكرها راح احط لكم اياها في الديسكريبشن بوكس اذا بدكم تتسوقوا بنفس الاشياء اللي انا يعني فرجيتكم اياها، راح تلاقوا على طول بس تدعسوا عليها راح ياخذكم فورا على المنتج اللي انا شرحت لكم عنه. هلا انتم بتعرفوني يعني انا لما عملت شوبينج حقيقي، وفي تحت في صندوق الوصف راح تلاقوا اسعار الاشياء كلها، اسعارها راح تلاقوها جدا رخيصه، زائد لا تنسوا خصم الكود استفيدوا منه. هاي كل الاشياء اللي شريتها. البيجامة هاي رح البسها في دردشة يوم الجمعة هاي ان شاء الله، هي مثل الستان قماشتها يعني فخمة فخمة كتير مثل البيجامات الهاي اند براندز، بس رخيصة بشكل. انا اخذت مقاس ميديوم، بنطلونها حلو، والحلو فيه انه نازل هيك واسع وفي حز ابيض من تحت. يعني هي بيجامه كلاسيك بس فخامه فخامه بشكل، وما بعرف شكل القميص واسع بس ان شاء الله بيجي علي. يعني البيجامه حلو تكون اوسع، بقدر كنت اجيب سمول بس حلو تكون اوسع شوي عشان تكون مريحه. البيجامه الثانيه قماشتها بتجنن، ناعمه وحلوه، هي شورت تيجي هيك، كنت بدي ألبسها في الفالنتاينز بس يعني معلش وصلت متأخرة شوي. وشوفوا هاي التوب تبعها ولونها، أنا كتير حبيت اللون، لونها هيك مثل لون السيج أو الميرامية، حلو حلو على اللبس، أنا اللون هذا بيناسب علي كتير. كمان شريت يا بنات مثل الستوكينز، بس شوفوا كيف مبطن من جوا. لما تلبسوا فساتين في الشتاء هيك فساتين قصيرة، في فساتين يعني حلو عليها تلبسوا ستوكينجز، الريفيو عليهم بجنن وكأنهم مبطنين. يعني شوفوا كيف طلع، كيف لما هيك ينشد على الجسم ما بينقطعوا، مش مثل الستوكينجز اللي
بتقطعوا هيك، بس حلوين كتير على الفساتين او التنانير، خصوصا التنانير التشيكرد كتير حلوين بيطلعوا. فشريت لي واحد، قلت بدي اجربه، اذا اعجبني وعن جد صمد راح اشتري مجموعه، لانه في الشتاء انا هي احلى اشي عندي البس الفساتين، خصوصا تنانير جلد لونها بني او اسود، لانه الجلد هلا رجع طلعت موضته، رجعت موضته من اول وجديد، فكتير بحب البس عليهم الستاكينج. الشعر بيعملوا الشعر ويفي مثل شايفين الصوره كيف بنحطه هيك، وبعدين بتلفي الشعر من الناحيتين عليهم. هذا من يومين فاتوا، بس بتشوفوا كيف الطعجة، كيف يعني بيعمل شكل الشعر كتير حلو. انا عندي واحد بس هدول لبناتي رح اعملكم فيديو عليه، لازم هذا شوفوا، تشوفوا كيف يعني بنحطه بستخدم، وطري كتير فيك تنامي فيه ما بيضايقك ابدا وانت نايمة. هلا هدول البيوري بلندرز اعجبني كتير لونهم، بدي احطهم في هيك فازة ازاز واحطهم في الحمام عندي، عجبني كتير لونهم وكتير حلوين، بس بليهم مي كتير بيفردوا الكنسيلر وبنعموا يعني المكياج بشكل عام. هدول بيوري بلندر وهدول طقم، رح احط لكم تحت صندوق الوصف الرابط لكل الاشياء هاي. وهاي مجموعه فراشي اعجبني اولا لونها، كتير نوعيتها، الريفيو البنات بيقولوا انهم ناعمين، فعلا ناعمين زي الحرير، وبيفردوا المكياج بطريقه كتير حلوه، ومعهم البيوري بلندر تبعتهم. هدول رح يكونوا لاستخدامي اليومي، لانه فيهم كل اشي، يعني شايفين كل اشي انتم بتستخدموه لتحطوا مكياجكم، وهي بتكون مناسبه حلوه انه احط اعملكم فيديو جديد حديث لل مكياج تبعي والمنتجات الجديدة اللي صرت بستخدمها هلا. والحلو فيه لما بدك تسافري هي جايبين لك معها شنطة صغيرة هيك بتحطيهم وبتضبيهم في الشنطة تبعتك، ما بيخربوا ولا اشي. هلا بدي افرجيكم يا بنات الشياكة والفخامة. الفترة اللي فاتت قبل يعني الاسبوع اللي فات كان عندنا مطر، مطر غزير عن جد، فطلبت من عندهم شمسية. بس شوفوا كيف، اولا اللون رهيب مثل لون الاج شيل، زي لون قشرة البيض، طلعوا كيف ما احلاها، شوفوا. وبتحطيها في اي مكان، في شنطتك بتحطيها، يعني صغيرة صغيرة بس بتجنن. خلينا افتح لكم اياها، هي على فكرة كتير كبيرة، بس عاملينها بطريقة، لافينها بطريقة انه تبين صغيره وما بتاخذ حيز كبير عندك في الشنطه، وحتى لما تكونوا مسافرين حلو تاخذوها، ما بتاخذ مكان كبير. اللي بتعملوه انه بس تفتحوها تفكوها من هاي، بس بتسحبوا هذا لتحت، تمسكوها منيح ومن هون بتحطوا ايدكم وتفردوها. انا بدي ان شاء الله تبين في الكاميرا، بدي تشوفوا قد ايه حجمها، يعني ممتازة ممتازة ممتازة، حلوة كتير. أنا بتمنى لو كان إجت الأسبوع اللي فات وفي المطر شلتها معي، عن جد رهيبة، حلوة 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 وأنيقة عن جد. طلعوا لونها عاجبني، الهاي اللي هون كتير حلوة، العصاية تبعتها مش طويلة، وأنا هذا كتير بدايقني، لأنه لما إجا عنا المطر، مطر وهوا، وكانت الامبريلا اللي معي الشمسيه عصايتها طويله وبتروح في الهواء بتزيح مني، فهي روعه. هلا هذا يا بنات احلى احلى اختراع، بس لما راح افرجيكم اياه مره ثانيه، لانه بدي انظف الغاز كتير منيح واحطه. انتم بتعرفوا كيف لما عملت المطبخ تبعي، عملت الخزانات المطبخ كلهم ابيض، فهذا قطعتين بيجوا بتحطوهم بين الغاز، البوتاجاز ولا ما بعرف ايش بتسموه، الاوفن، وبتعرفوا مش الكاونتر توب بينه وبين الغاز بيكون في فراغ هيك، ودائما هذا بيوقع فيه، بيوقع اذا بتكونوا بتقلوا اشي بيطرطش وبيوقع وبنكب اكل بين الخزانه والفرن، فهي بتحطوها هيك، بتحطوها بتسد الفتحة هاي، فأنا كتير متحمسة. أو سيليكون بتحمل الحرارة، فإن شاء الله لما أنظف المكان هداك وأفرجيكم إياه وهو محطوط.
هاي يا بنات احلى اختراع كمان للسفر ولا للمكياج، حتى تحطيها وانت بتحطي مكياجك وبدك يعني تعملي مثلا الكحلة الوينج وبدك تشوفي عن قريب، طلعوا هالمراية هم احلاها. شوفوا كتير 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 حبيتها من كل النواحي، بتفرجيكي وجهك كيف، ولما بدك اياها تسند لحالها تقعد بتطلعي هذا هيك فبتسند، والاحلى من هيك الضوء لا حقيقي بتخلي شكل الوجه حلو حلو، لانه بتعرفوا في بعض المرايا هيك بتبين الوجه مش مظبوط، يعني بتبين راسك اكبر، مش انا ما بحكي عن الماجنيفاير لا، بتبين الوجه حتى مطعوج هيك. هاي كتير روعة للمكياج، ولا حتى لما تقعدي تشيلي الشعر من وجهك او ملقط الحواجب او شيء رهيب. هلا خليني افرجيكم الاكسسوارات اللي نقيت هالمرة. هاي انا في الاكسسوارات كتير بحب الاسود والذهبي مع بعض، شوفوا هذا ما انعمه. وبعدين انا الايام هاي كتير ميالة للاكسسوارات الناعمة عن جد، يعني هذا حسيت انه كتير هيك غريب مثل اللؤلؤة هي، وبين يعني زي كأنه مفتوح شل هيك لونه ذهبي، طلعوا احلى تطلع كتير حلو. بحب كمان انا الطويل، لا حلوة بتجنن. هاي كمان الحلق هذا اعجبني، انا عندي منهم هدول الهوب بس سادة، لكن هذا اعجبني في الكريستالات اللي فيه، كتير رح يبين حلو على اللبس. هاي مجموعة اساور مع بعض اربعة، في الجنزير وكمان نوع تاني موديل تاني من الجنزير، وهذا بس بتدخلوه من هون وهيك سنسال ناعم، وهذا كمان سنسال اللي هو الفلات. هذا كتير حلوين مجموعة مع بعض ينلبسوا، انا بحب البس اكسسوارات بشكل عام. يعني هلا عندي اكسسوارات فضية كتير، بس بصراحة ما قدرت اقاوم الخاتم هذا فضي، بس الوردة تبعته لونها مشمشي كتير كتير حبيت، وانا مقاسي اصابعي صغيرة مقاسي 6، فكتير كتير حبة كتير بجنن، ناعم ناعم بشكل خلي شكل الايد حلوة. هلا هذا كمان فضي بس زي ما قلت لكم ما قدرت اقاومهم هدول اثنين، هذا في قلبين، قلب فضي وقلب اسود، مش عارفة اذا مبين عنكم، طلع كيف، خلينا نشوف على اللبس. هذا شوي ضيق بس اجى على الاصبع هذا، بس شوفوا كيف ما احلى شكله، شايفين بجنن. هلا هذا الطقم ساعة وسوارة وخاتم، فمتحمسة اشوفهم هدول لانه على الصورة شكلهم كتير حلو كان بجنن، فخلينا نشوفهم مع بعض. الساعة حلوة بس واسعة شوي علي، فبس هم حاطين في فيديو كيف تشيلي واحدة من الحلقات هاي، او انا يمكن اشيل تنتين وتصير على مقاسي. حلوة حلوة حلوة. السوارة اللي معها ما بعرف، ما مش حباها معها بصراحة، ممكن البسها على فستان اسود لحالها يعني مع اكسسوارات بتشبهها، بس مش لابقة مع الساعة لا. الخاتم بيلبق على الساعة حلو، حبيتهم مع بعض بيجوا مع بعض، وكمان بقية الطقم اجى معها سنسال وحلق صغير ستادز، كمان هدول حلوين بنلبسوا مع الساعة، كتير حلو السنسال، انا بحب الاشياء الناعمة مثل هيك بجنن. اذا كنتوا مثلي وبتحبوا تسمعوا اغاني وانتوا بتتحمموا او انتوا في الحمام بشكل عام، والحمام تعرفوا مي ستيم بخار، فهاي سماعات بتلزقيها على حيطة الشاور الحمام وبتسمعي الاغاني وبتتحكمي فيها من هون، فهي انا متحمسه نستخدمها. وشريت لي هذا المج كثير اعجبني شكله، اعجبني لونه للكافي، وبتفتحي من هون تشربي منه، بيحفظ الحراره ومحكم جدا ما بينكب، وشكله حلو شكله عن جد انيق. تتذكروا يا بنات انا شريت جهاز للمساج مثل مسدس شكله، بس هذا كمان لقيته رخيص كتير وشكله حلو واصغر من هداك، يعني هداك تقيل شوي وبيتعب الايد، بس هذا شوفوا حجمه قد ايه، حبيته له اكتر من راس.
يعني بتعملي مساج لمناطق مختلفة من الجسم. هلأ شريت لي الله يعزكم شوز، هو شكله للرياضة بس من النوع اللي بتعرفوا كعبهم عالي، يعني لما تكوني بدك تطلعي تمشي في مكان هيك عام وبدك شوية كعب عالي شوي صغيرة مش كتير. حبيت شكله ولونه، بنطلون أسود بلوزة بيضة، كتير حبيت شكله واللي أعجبني فيه أخدته عشان عنده كعب عالي. كمان شريت صندل بلاتفورم عجبني كتير لونه، وأنا هاي نوعية الصندل اللي بحب ألبسها، دايما بلبسها على الفساتين على البنطلونات بلاتفورم، فمش كتير يعني مش متعب، مع أنه رح تشوفوه هيك بس ما بيكون متعب أبدا في المشي، وكعبه حلو يعني مريح مش عالي كتير. أنا عجبني الشكل كيف من هون مخمل، وهاي كمان لونها بجنن يعني كله حبيته. هلأ شريت هاي يا بنات، هاي لإزالة شعر الجسم، بتزيل شعر الجسم على الناشف، ما بدك تبلي مي ولا اشي. مصنوعة من مادة، يعني هي المادة اللي مصنوعة منها جدا غريبة، زي كأنها بتحسوها كأنها زاز او كأنها مراية، بس هي بصراحة يعني انا جربت بس نوعية تانية مش مثل هاي النوعية. هلأ ما في عندي انا شعر، بس غير انها بتشيل الشعر بتنعم الجسم بطريقة، يعني هاي اذا مستعجلة لو بدك طلع على السريع وتخلصي يعني تشيلي الشعر على السريع، فعن جد هاي بس هيك تفركي فيها الجلد طريقة دائرية مثل هيك، ما بعرف ايش بتسوي بس بتذوب الشعر تماما وبتهريه على الاخر، وبتخلي ملمس الجلد ناعم ناعم مثل الحرير. فهي شفت عليها فيوز كتير على تيك توك وجبتها. هلا هاي لقيتها رخيصة كتير وعليها ريفيو كتير حلو، هاي انسرت بتحطوها جوا بوات الرياضة لما تلبسوا بوات الرياضة او حذاء عندك، بس انا بستخدمهم لبوات الرياضة. لقيتها ناعمة وحلوة وبتعطي هيك بتريح الاجر، خصوصا لما تكونوا تمشوا مسافات طويلة او تركضوا، فانا حبيت شكلها وناعمة. هلا يا بنات بننعزم على اعراس، بننعزم على حفلات، ونفسي انا هيك في شنطة يعني خرج ليل وسهرة بس تكون شوي غريبة هيك، ولقيت هاي يعني هاي بالضبط اللي انا كنت بدي. شفت على الريد كاربت الممثلات هون الشنط اللي بشيلوا في ايديهم، فلقيت واحدة شبيهة بشنطة كانت شايلاها ممثلة. هلا لما تعبيها بتنملى، بس الحلو فيها اللي عاجبني فيها انه فيها تاخد تليفوني، فيها تاخد شنطة صغيرة للمكياج اضبط مكياج، وفيها تاخد كمان اني نتعطر صغيرة اذا بدي احط عطر وانا برا. فحبيت الحجم تبعها وحبيت كيف طريقتها انه سنسال والمسكة هاي زائد سنسال ناعم بشكل، تخيلوها يعني على فستان هيك اسود احمر كحلي يعني سادة هيك ناعم، خرج سهرة سواري وعليه الشنطة مثل هاي، كتير حبيتها. هلا الشنطة هاي رح تستغربوا منها شوي بس والله موضة طالعة، فمعلش خلينا نواكب الموضة نشوف كيف تطلع كيف شكلها. حبيتها بشكل، شوفوا السحاب تبعها كيف شكله طلعوا، وشكلها كأنها يعني بتحسوها كأنها مخدة أو شيء، بس كمان هاي في الصيف على جينز على فستان جينز على بتعرفوا كيف فساتين الصيفية هيك، تخيلوا انتوا طالعين مسافرين مكان. كتير كتير حبيتها، في منها الوان كتيرة، لو تشوفوا الانستغرام كل البنات شارين منها الشنطة هاي بالذات، رهيبة رهيبة انا حبيتها. وفيك تشيليها باكتر من طريقة، فيك تشيليها على جنب هيك وبتنزل يعني بتمط على فكرة، وفيك تشيليها باشكال مختلفة يعني، فحلوة حلوة حبيتها هاي. هلا هاي يا بنات شنطة شريتها للمكياج، بدي احط كل مكياجي فيها وبدي اضبها جوا خزانة الحمام، لانه ما بحب اخلي اشياء على الكاونر تبع المغسلة،
وشوفوا كيف مقسمة من جوا، يعني فيك تحطي الفراشي، الأناني، الأشياء، وكمان فيك تحطي إذا كنت مسافرة تحطي الكريمات تبعونك والفراشي وكل إشي وتحطوها في شنطة السفر، تاخذ فيها كتير يعني أماكن وجيب لكل إشي. فأنا حبيت شكلها وحبيت كيف ناعمة ويعني بتنضغط هيك مش تاخذ مكان. وهي كمان برضو الشنطة للمكياج، عندي منها شريت منها لون أسود وهلأ عجبني اللون البني هذا فشريت البني كمان. الحلو فيها انه بتحطي مكياجك فيها وشوفوا قد ايه بتكون هيك مخفوسة وما بتاخذ مكان بالمرة، بس لما تفتحيها وبتكون تقدري تعبي فيها قد ما بدك مكياج. هلا هذا الروب خليني افرجيكم اياه، رح يعجبكم عن جد. يعني لما تطلعي من الحمام بدل ما تلفي على نفسك هيك بشكير الحمام بتلبسي هذا بالطريقة هاي، ناعم وحلو. وبعدين يعني هذا بس هيك على الايدين بس يمسك، بس الحلو فيه انك بتلفيه فيه وعنده هون هيك كبسة بتسكر، وهون كمان. وشكله عن جد عن جد عن جد تحفة، يعني في اللبس وانتي طالعة من الحمام منه بشكير ومنه. وشوفوا كيف على الجيبة هاي، شوفوا الجيبة كيف حلو حلو بشكل، وبيضلوا خلص ماسك مش زي البشكير هيك بغلبك وبيضلوا ينفتح. هلأ شفت واحدة على السناب شات نقلة على بيت جديد وشرت الطقم هذا وكتير حبيت وطلبت مثله، فهو شكله على فكرة كتير فخم. العلبة هاي بلاستيك بس ما بتبينها بلاستيك لما تكوني حطها في المطبخ على جنب الغاز. ومثل ما قلت لكم المجموعة هاي الكبيرة من الاسفنجات لأنه رخيصة جدا، مش عارفة كل هذا تقريبا كانت بدولارين يمكن، وأنا بستخدمهم يعني وبرمي كتير. فهذا كمان للمطبخ. هلا هدول اثنين للتنظيف، هاي لتنظيف البلاينز تبع الشبابيك، وهذا لتنظيف اذا عندكم مثل عنا احنا الباب الازاز، هذا مجرى الباب تحت بتحطي مثل حدايد هيك، وهذا مفتوح فبتحطي على الحدايد هاي وبتمشي عليه بتنظفه، يعني قطعة حلوة هيك للتنظيف. هلأ للغسيل هاي اذا بدك تغسلي زي ما قلت لك حذاء الرياضة، أحذية الأولاد لما يروحوا على المدرسة بتوسخوا كتير وما بدك إياها، يعني ضل الشوز في الغسالة هيك يضربوا، فهاي بتحطي فيها الشوز تبعك اللي بدك تغسليه وبتغسليه جوا. هاي كتير حلوة حبيتها. وآخر شي جبت قطعتين هدول أورجنايزرز إذا بتدبوا أواعي الشتاء وبتشيلوها. اللي عجبني فيهم انه فيهم شايفين قطعة من هون شفافة فبتشوفوا ايش في جواها وانتوا بتصفطوا الاغراض هيك، كبار كتير على فكرة يعني بشيلوا اشياء معظم اغراض الشتاء. هذا كان كل اشي عندي، انا حنان ثابت بتمنى لكم دائما وابدا احلى وامتع الاوقات.